مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية في الصف الأول متوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم Unit 3 Lesson 5 اليونت الثالث الدرس الخامس. What's the matter؟ ما الأمر؟ What are they saying؟ ما الذي يقوله هؤلاء الأشخاص؟ Read and work it out. اقرأ وقم بالحل. أنا منطيني مجموعة من الصور، انتبهوا يا طلاب. هذه الصور كل شخص من هؤلاء الأشخاص اللي موجودين بالصور إما قلق أو يشعر بالمرض أو سعيد أو حزين أو محبط إلى آخره، كلمات تعبر عن الشعور. يقول لي اقرأ هذه الصور أو اطلع على هذه الصور، وراها وصلها بالجمل المناسبة إلها من الجمل اللي منطيك إياها بأسفل الصور. فإذا أول شيء نطلع على الصور ونوصل الصورة بالجملة اللي تعبر عن هذه الصورة من اللي منطيك إياها بأسفل الصور. إذا هو بالبداية مجرد نشاط صفي، لكن ببعض الكلمات المهمة جدا اللي راح نطلعها تفيدنا بسواد الإسقاطات على شكل مفردات لازم نحفظ معانيها. ففي البداية يقول لي بالصورة الأولى الوالدة أو والدته تسأله، تقول له What's the matter ياسر؟ ما الأمر يا ياسر؟ نلاحظ أن ياسر قدامه أكلة الكاكاو ولازم بطنه، إذا هو يريد يتقيأ. الثانية What's wrong ليث؟ ما الأمر يا ليث؟ Why are you angry؟ لماذا أنت غاضب؟ فنشوف انه هذا ليث غاضب لان اكو واحد رايح للشاطئ بدون ما ياخذه. تمارا واي ار يو ابسيت؟ لماذا انت محبطه يا تمارا؟ فنلاحظ انه تمارا باوع على الكتاب الجنطه مالتها مفتوحه وماخذين الكتب مالتها. نانا واي ار يو سو هابي منى؟ لماذا انت جدا سعيده يا منى؟ وات از ات زينا؟ ما الامر يا زينه؟ واي ار يو سو اكسايتد؟ لماذا انت متحمسه جدا؟ سلمان What's the matter؟ ما الأمر يا سلمان؟ Why are you frightened؟ لماذا أنت مرعوب؟ هذين الكلمات اللي تعبر عن الشعور خلينا نجي نكتبها لأنها مهمة وراح تفيدنا بفهم ذن الجمل وتفيدنا كذلك بالدروس القادمة بموضوع أو بمفردات الإسقاطات. أولا What's wrong ليث؟ Why are you so angry؟ كلمة angry معناها غاضب، هذه أول كلمة لازم نحفظها. angry معناها غاضب. بعد تمارا why are you upset؟ upset معناها محبط أو محبطة، لماذا أنت محبطة؟ بعد happy سعيد، happy لماذا أنت سعيد أو سعيدة؟ سعيد. بعد عندنا كلمة frightened، frightened معناها مرعوب، مرعوب. هذه الكلمات حاولوا تسجلوهم بالدفتر وتحفظوهن. بعد excited يشعر بالحماس، متحمس أو يشعر بالحماس. بعد عندنا نقطة جي نورة What's the matter؟ ما الأمر يا نورة؟ Why are you sad؟ لماذا أنت حزينة؟ sad معناها حزين أو حزينة. بعد النقطة اللي بعدها What's the matter Jack؟ ما الأمر يا جاك؟ Why are you worried؟ لماذا أنت قلق؟ worried معناها قلق. هذا كذلك الكلمة هذه مهمة. هذين الكلمات تعبر عن شعور الأشخاص، هذين الكلمات صفات تعبر عن شعور الأشخاص، راح تفيدنا بفهم هذه الجمل وتوصيلها بالصور المناسبة لها كنشاط صفي على مدى الأستاذ لما يسألك تروح محضر للصف، وكذلك راح تفيدنا بسؤال الإسقاطات بالدروس القادمة. راح يجيب لي بعض الجمل تعبر عن شعور الأشخاص، يقول لك أسقط الكلمة بالفراغ المناسب. هسه نجي اولا نقرا الجمل ونوصلها بالصور المناسبه لها. شو يقول لي؟ يقول لي اولا I've just read a ghost story، لقد قرات قصه عن الاشباح. اذا اللي يقرا قصه عن الاشباح شنو هو الشعور المناسب له؟ اكيد يشعر بالرعب او بالخوف، فاقول frightened مرعوب، اوصلها بالحرف F. اذا النقطه الاولى اوصلها بالحرف F. النقطه الثانيه احمد has gone to the beach، أحمد ذهب إلى الشاطئ without me، بدوني، يعني ما أخذني وياه. هاي الصورة اللي هذا ضايج من وراء رايح للشاطئ وما قال له. إذن يا صورة الصورة بي أوصلها بالحرف بي. I feel sick، أريد أن أتقيأ أو أشعر أني أريد أن أتقيأ. I've eaten too much chocolate، لقد أكلت الكثير من الكاكاو. واضحة جدا الصورة الأولى للشخص اللي لازم معدته فأوصلها بحرف أي. النقطة اللي بعدها somebody has taken my elephant، شخص ما أخذ الفيل الخاص بي. يا صورة مناسبة إلها، واحد ضايج لأن أخذوا الفيل مالته،
نلاحظ انه هذه elephant cage. elephant cage معناها القفص الخاص بالفيلة. اذا اوصلها بحرف ال H وهكذا. النقطة الخامسة, I forgotten my book, English books. لقد نسيت كتب اللغة الإنجليزية الخاصة بي. يا صورة, صورة تمارا اللي محبطة بسبب أنه نسيت كتب اللغة الإنجليزية الخاصة بها, فوصلها بالحرف C وهكذا. النقطة السادسة, somebody has drunk all the lemonade. شخص ما شرب كل عصير الليمون الخاص بي. لاحظ أنه فاتحة الثلاجة العصير مالتها شاربي أو ماغي, فهي ضايجة أو حزينة بسبب هذا الشيء, فأوصلها بالحرف G. نقطة سابعة, Dad phoned, أبي اتصل, he bought me a new computer, اشترى لي حاسوب جديد. يا صورة مناسبة لهذه الجملة, أكيد صورة هاي البنية اللي متحمسة. ليش متحمسة؟ لأن أبوها اشترى لها حاسوب جديد, فأوصلها بالحرف E. أما الأخيرة, Daddy has given me a present, أبي أعطاني هدية. نلاحظ أن الصورة دي هاي البنية شايلة هدية, فهي سعيدة بسبب الهدية, فأوصلها بالحرف دي. هذا ما يخص النشاط الأول. مثل ما وضحنا, كنشاط صفي لازم توصل أو الطالب يوصل الجمل بالصور. على أساس شنو؟ على أساس معرفته بهذه الكلمات وعلى أساس ترجمته لهذه الجمل. فحاولوا تحفظون معاني هاي الجمل لأنها مهمة كتحضير يوم. يعني كامتحان تحريري ما تجيك, لكن كتحضير يوم تروح المدرسة محضر, الأستاذ يسألك بداخل الصف, أنت توصل الجمل بالصور المناسبة لها. هاي الحلول أمامكم, حاولوا تنقلوها بكتاب الطالب وتنقلون هن بالدفتر, لأن راح تفيدنا بالدروس القادمة على شكل معاني. لازم تحفظوهن على شكل معاني وليس إملاء. ننتقل إلى الفقرة الأخرى, تمرين رقم أو تمرين أي. طبعا ملاحظة, تمرين أي يقول لي read and work it out, اقرأ وقم بالحل. المفروض احنا ذنيتش الحروف اللي كتبناهن او الارقام اللي كتبناهن نكتبهن بهاي المربعات. يعني ما يحتاج نكتب على كتاب الطالب, هو مقطيني مكان كتاب النشاط انقل فيه الاجابة مالتي. فهذا التمرين هو مخصص تباوع الصورة وتنقل رقم الجملة المناسبة الى مثلا هذه صورة رقم واحد على سبيل المثال, او الجملة رقم واحد اكتب ان انا واحد, رقم خمسة اكتب ان انا خمسة وهكذا. هذا مجرد يعني كمثال ضربت لك. ما يحتاج تكتب على كتاب الطالب لأن ممنوع تكتب على كتاب الطالب. فالحلول اللي مناسبة لهذه الجملة الجمل تنقلها بكتاب النشاط لأنه مطيق فقرة مخصصة لها. أما تمرين رقم واحد قولي now answer the questions about the people in the student's book. الآن أجب على الأسئلة عن الأشخاص أو الناس اللي موجودين بكتاب الطالب اللي قرناهم قبل دقائق. يعني مثلا على سبيل المثال, has أحمد gone to the park, هل ذهب أحمد إلى البارك؟ ذكرنا بالصور أنه شخص اسمه ليث ضايج لأن صديقه أحمد ذهب للشاطئ مو ذهب للبارك متنزه. فأقول no he hasn't, كلا لم يذهب إلى البارك إلى المتنزه. لعد وين راح؟ he has gone, لقد ذهب to the beach, لقد ذهب إلى الشاطئ. نقطة ثانية, has Tamara forgotten her pen, هل تمارا نسيت قلمها؟ ذكرنا بالصور أنه تمارا ما نسيت قلمها وإنما نسيت English books. بقول no she hasn't, كلا لم تفعل لم تنسى القلم. لعشان المشكلة أقول she has forgotten, لقد نسيت نسيت her English books, كتب اللغة الإنجليزية, الكتب أو الخاصة باللغة الإنجليزية. Why is Zina excited, لماذا زينة متحمسة؟ ذكرنا أن زينة متحمسة لأن أبوها اشترى لها حاسوب جديد. أقول because her father, لأن أبوها has bought her, اشترى لها a new computer, لأن أبوها اشترى لها حاسوب جديد. بعد النقطة الرابعة والأخيرة, Why is سلمان frightened, لماذا سلمان مرعوب؟ سلمان مرعوب لأن شاف قصة أو قرأ قصة عن الغوست عن الأشباح. بقول he has read, لقد قرأ ghost story, قرأ قصة مرعبة عن الأشباح. هذا التمرين مهم كتحضير يومي. هاي الأسئلة الأستاذ يسألها بداخل الصف
بعد ما يوصلون الطلاب الجمل والصور المناسبة لها. فبعد ما يوصلوها ويفتهمون الفكرة مالتهم، الأستاذ يسأل داخل الصف كتحضير يومي أسئلة شفوية، يقول لي has أحمد gone to the park؟ هل ذهب أحمد للمتنزه؟ فتقول له no he hasn't، كلا لم يذهب، he has gone to the beach، لقد ذهب إلى الشاطئ. يسأل سؤال ثاني، has Tamara forgotten her pen؟ هل نسيت تمارا قلمها؟ أنت تجاوبه تقول له no she hasn't، كلا لم تفعل، she has forgotten her English books، لقد نسيت كتب اللغة الإنجليزية الخاصة بها، إلى آخره. إذن هذا مهم كتحضير يومي، كأسئلة شفوية بداخل الصف. أما بالامتحان التحريري فهو غير مهم. ننتقل إلى تمرين رقم 3، يقول لي find 11 words to describe the feelings. نحن طلاب، ركزوا وياي. يقول لي أريدك تلقى لي 11 كلمة تصف فيها الفيلينجز، المشاعر. read from the left to right and from top to bottom. منطيني حروف مبعثرة. يقول لك اقرأ لي من اليسار لليمنى، من الأعلى للأسفل، وطلع لي كلمات بهذه الحروف المبعثرة تصف الشعور. شنو الكلمات اللي تصف الشعور اللي ذكرناها بداية الدرس؟ الإكسايتد، الهابي، الساد، الفرايتن، الوارد، إلى آخره. يقول لك أنا منطيك إياهم بس على شكل حروف مبعثرة، تقدر تلقاهم؟ أجي أدور. أجي طبعاً أول شيء نبحث عرضياً ومن ثم بالطول. أدور، لقيت إن أنا كلمة ساد. شو يقول لي؟ يقول لي هذا بتمرين 2 أول شيء تلقى لي الكلمة. بتمرين 3 الكلمة اللي لقيتها أكتب لي إياها أنا. فش لقيت هسه أنا؟ ساد، أكتب ساد. بعد بالسطر الأول بعد ما عندي، بالجملة الثانية أو السطر الثاني نعم لقيت كلمة سك، أكتب كلمة سك بالتمرين رقم 3، وهكذا. بعد بالسطر الثاني بعد ما، بالسطر الثالث نعم لقيت كلمة frightened، frightened معناها مرعوب، أكتب هنا أنا frightened، وهكذا. اللي بعدها السطر الرابع أدور ما لقيت، السطر الخامس happy، نعم happy معناها سعيد، أكتب هنا أنا happy، وهكذا مع البقية. حاول تلقى كلمات بشرط أن تكون 11 كلمة. أدور بعد أكبر سطة، لا ما لقيت، أدور هنا أنا كذلك ما لقيت، أدور هنا أنا كذلك ما لقيت، بالسطر اللي بعده كذلك ما لقيت، بالسطر اللي بعده كذلك ماكو، بالسطر اللي بعده ما لقيت. أنا بجي أدور بالطول، بالسطر الأول ما لقيت، بالسطر الثاني ما لقيت، بالسطر الثالث ما لقيت، ها لقيت كلمة upset. upset معناها محبط، أقول upset أكتبها. اللي بعدها بالسطر اللي بعده ما لقيت، بالسطر اللي بعده angry، هذه كلمة angry غاضب، أكتب كلمة angry، وهكذا مع البقية. أنت تحاول تباوع على هذه الحروف المبعثرة، تطلع الكلمات اللي ممكن تنطي فد كلمة توصف الشعور، بشرط أنه تلقى 11 كلمة. هذه الحلول أمامكم، نصف الحل، أما البقية فحاول تلقى الكلمات اللي ممكن توصف بها الشعور. هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم، درس بسيط جدا ببعض الكلمات المتعلقة بالشعور. باقي أنشطة، أنشطة صفية غير مهم، امتحان تحرير وامتحان شفوي، مجرد أسئلة شفوية يسألها الأستاذ داخل الصف كتحضير يومي. أما مهمة بالامتحان التحريري لا، فقط الكلمات اللي وضحناها لبداية الدرس راح تفيدنا إن شاء الله بالدروس القادمة. ختاماً شكراً لمتابعتكم للفيديو. أي سؤال أو استفسار أو إضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون على حسابات المجدد في الفيديو في الوصف.